السلام عليكم وبيبو يحييكم. قبل ما تبداو ان شاء الله ما تنساوش بصمات الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش ياسر راهو جديد. الموضوع اليوم ان شاء الله هو واحد موضوع شويه مهم حساس اللي مختص بالجاليه او بالهجره. موضوع ديال واحد السيد هنا في ايطاليا تحكم عليه ب 17 عام ديال السجن. السبب هو يعني المرأة ديالو اللي كانت دعاتو عند السلطات هنايا بعدة أسباب، هو أنه كان جابها من المغرب وكان كيسد عليها في الدار مكيخليهاش تخرج. يعني طورت يعني السيدة دي مسدو عليها في الدار مسدو عليها في الدار، يعني طبيعة الحال مغاديش تصبر. ميمكنش واحد يلاه جاية من المغرب جاية لإيطاليا ومسدو عليها في الدار بحال الحبس. هذا تصرف يعني ما يعني غير لائق. ماشي المرأة ديالنا باش تسدو عليها في الدار بطبيعة الحال، ولو أن بعد يعني كاين بعض النساء ما كيستاهلوش تسد عليهم في الدار، وكاين بطبيعة الحال اللي كتسد عليهم في الدار ولكن راه تسد على بنادم في الدار غيطلقو. يعني ما يمكنش تسد عليها في الدار، امبوسيبل باش تسد على إنسان في الدار، ماشي على المرأة، على كل شيء ما يمكنش تسد عليها في الدار. انا ماشي جيتها باش تسد على الدار تخدم وتسد على الدار. ما علينا، تطورت المشاكل بيناتهم ولا كي يعني كي كمنعها تاع المكياج. المكياج يعني المكياج في الدار الا كنتو متفقين عليه من النهار الاول، اما الا ما كنتوش متفقين عليه من النهار الاول راه عندها حق. يعني الحوايج من شي واحد يبغي يدير يعني يبغي يتزوج خاصو خاصو شي حوايج يتفق عليه من النهار الاول، ماشي تا واحد يوصل للتزوج عاد يبدا يشرط على بعضو. نهار الاول اتفقتو، نهار الاول يموت المشي، نهار الاول يموت المشي، واللي اول شرط اخر نور كما كيقولوا الاخوان المصريين. يعني كان شويه وصلوا للمكياج، يعني كيمنع المكياج اللي يعني المعلومات اللي واجده عندنا. جيتها من البلاد تسد عليها واحد لقيتها مابقاش كيخليها تهضر مع والديها، يعني قطع صلة الرحم. تما عندكش مع والديها ما تقطعش على يعني سميتو ان علاقه مع والديها تهضر معاهم بالتليفون التليفون راه شويه قاصها. ما علينا، هاد السيده هادي بقات صابره صابره واحد بقيتها ما بقاتش باغا طيب طبيعه الحال، ما بقاتش باغا طيب، ما بقاتش كطيب في الدار، ولا كثر المشاكل ولا كيضربها الضرب حتى هو. راه ما كاينش الضرب، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كيضرب، يعني ما كانش كيضرب الرسول صلى الله عليه وسلم باش غنضربوا المراه، ما بغيتيهاش تطلقها. حاجه اخرى، من كيكونوا المشاكل ما بين في الحياه الزوجيه خاص الزوجين يوقفوا يبركوا على الطبله ويتحاوروا طبيعه الحال، يتحاوروا ماشي يعني هذا يدير في بالو حاجه ولا يدير في بالو حاجه، راه ما كل واحد ياخذ الراي ديالو، راه ماشي يعني ماشي شي حاجه يعني ما عمرها ما توصل. طبيعة الحال السيد السيدة مشات حطات عليه تهم ثقيلة، حوايج لي يعني الواحد ضروري يتفاداهم. تهم ثقيلة يعني ديال اللي أدات بها 17 عام ديال 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 الحبس من 2021 تقول حتى 2038، راه ما 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 يتقبلهاش العقل. وحاجة أخرى طبيعة الحال، إلا كانوا خاص الواحد يكون يعني يريح الطبلة ويفك هاد المشاكل، وآخر واحد الطلاق ما تفاهمناش الطلاق صافي، ما تفاهمناش الطلاق. أنت غتقولي طيب ضيعتي ليا حياتي، وأنت غتقولها ضيعتي ليا حياتي، ضيعتي شحال سميتو من حياتي، راه بجوجكم ضاعت لكم حياتكم، ما تفاهمتوش صافي، الصلاة على النبي. وأنا بغض الله أن بغض الأشياء عند الله الطلاق، يعني الطلاق راه ماشي حرام، ما تفاهمناش صافي الطلاق. ماشي نبدا نوجد ليه، نبدا نسمع تكون بودينا كنسمع لوحدين اخرين، ولا هو تا هو هكاك، يعني ما كاينلاش. دوزت واحد السنين صافي، بغيت ما تفاهمناش الطلاق، علاش نبدا نفكروا في ديو بعضياتنا. طبيعة الحال كما كنقولوا، ولا كانوا عندو الولاد، كان عندكم الاولاد راه خاصكم تراعيو ولاد الاولاد، ماشي ناخذ الاولاد ونغبرهم عليه، اولا هو ياخذ الاولاد ونغبرهم عليها. يعني راه شويه قاصحه القضيه.
ما فهمتي الاولاد راه خصكم تفكروا في الاولاد، لان يعني الاولاد غيجي واحد النهار اش غتعاودوا لهم؟ اش غتقولوا لهم واحد النهار الا جاو الا كبروا الاولاد اش غتقولوا لهم؟ انت مثلا صفتي للحبس، انت مثلا صفتي للحبس، هذوك الاولاد اش غتقولي لهم؟ ولا انت صفتي للحبس، هذوك الاولاد اش غتقول لهم؟ اش من جواب غتقولوا لهم؟ معنا فكر دابا، فكروا دابا، استوعبوا الموضوع ديالو، فكروا مزيان. ملي غيكملوا دوك الولاد راه غيسولوا اش غتقولوا لهم؟ يلا عطونا انا فكره، انا ما عطونا انا حل جواب، اش غتقولوا لهم؟ ما تقوم تقول لهم غيلوموا هذاك اللي صيفط الاخر للحبس. طبيعة الحال ما يمكنش، اولا خبيتي الولاد على باهم ولا على امهم، ايه ولا غيبغيو باهم وغيبغيو امهم، يعني شي حوايج خاص واحد يتفاداهم. ما الكيسيون ديال صيفطوا الحبس ما تفاهمنا، صافي سالينا، صافي ما تفاهمناش، راه الله حل الطلاق، الله سبحانه وتعالى حل الطلاق. دابا تصور انت هذاك السيد صيفطتي للحبس واحد 17 عام ولا عام، واش كتظن بان هذاك السيد ولا هذيك السيده دخلوا للحبس؟ راه حياتهم مشات، كتظنوا بان هذاك السيد وهذيك السيده غينسى؟ غيجي واحد النهار، كون مأكد غيجي واحد النهار غيبغي يتخلص ولا غتبغي تخلص، كون مأكد. يعني راه ماشي هو مشى للحبس ولا هي مشات للحبس، الطرف الثاني يعني راه صافي، راه هانيه مشات للحبس صافي، راه صيفطوا للحبس صافي، راه كيما صيفطتي للحبس راه غادي يخرج من الحبس اولا هي غتخرج من الحبس، يعني كتبقى حياتكم مرونه، ولكن لا تصيفطي للحبس ولا هو يصيفط للحبس. ما تفاهمناش صافي، تفارقوا، ما تفاهمناش نتفارقوا، كانوا وليدات نتفارقوا، الولاد كيتشوفيهم انت كيشوفهم هو، كيتشوفيهم انت كيشوفهم هو، وكتبقى ديك العلاقة يعني أخو ديال الأخوة، علاقة بقات تفارقنا وبقينا خوت، مبقاش بحال هاد الحوايج هادو، راه بشكل انتي تحطي عليه تهم في مثلا في بحال هاديك الثقيلة 17 عام، واش كتظن بأنه هو مكانش بإمكانه يدير هاديك القضية؟ أولا انت تمشي تصيفطها للحبس تحط عليه هاديك التهم، واش مكتظنش بأنه هي كان بإمكانها تصيفطك للحبس؟ علاش هي ما حطاتش عليك التهم؟ او علاش هو ما حط هنا خاصكم تفكروا، علاش هو ما صيفطكش للحبس وما حطش عليك ديك التهم؟ علاش هي ما دارتش نفس الحاجه؟ كاين سبب، سيتونا كانوا وليدات، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، الواحد خاص ديما يفكر في هاد الاشياء، يعني راه صعيبه بزاف، ماشي حوايج ما يتقبلهمش العقل، وكيبقى الولاد هما في المشكل، كيبقاو الاولاد هما في المشكل. اما راه اللي صيفط الاخر للحبس ولا الاخرى صيفطاتو للحبس، راه كون مأكدين بان الحياه باش ما وقفات، ضروري هذاك مشى للحبس غادي يخرج، غادي يبغي يفكها، وهي حتى هي الا مشات للحبس غتخرج تبغي يفكها. كاين بزاف ديال الطرق يعني خايبه باش بنادم يتصرف او رده الفعل، لذلك واحد ما يوصلش لهاد الاشياء، ما يوصلش ليهم. ايوا اش نقول لكم، هادي هي القصه ديال اليوم، نتمنى من الله الرساله تكون وصلت يعني للجميع. وحاجه اخرى، الناس اللي كيبغيو يجيو من مثلا من المغرب وكيبغيو يجيو للمزار، خاص ديما يفكروا بان راه ماشي سهله، يعني باش تاقلم مع الجو خاصك واحد شويه باش تاقلم مع الجو، ضروري واحد شويه باش تاقلم مع الجو. والجانب الثاني اللي كيكون ديجا هو تما اللي كيجي التحمل تاع العائله، خاصو يراعي لهذيك الحياه ديال هاد السيد ولا هاد السيده اللي الله غتبدل، غتبدل 100%، خاصو يراعي هاد الحوايج هادو. حفظنا الله، حفظني الله واياكم، وفقني الله واياكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.